مجموعة من الضمانات القانونية لحمايتهم من داعش وفشل الشركة، كما ينص على مصادر جديدة فيما يتعلق بعقود الكراء وإصلاح محل الكراء وضمان السرعة في حل المنازعات بتحديد آجال مضبوطة لما تكون مضبوطة في المدير، يعني هذه الآجال غير حاجة القانون ويعطي واحد الإطار أنه ما تصيرش ردها في محاكم عفوا. قانون الكراء الجديد هذا نجم نقل محلات المعدة السكنة والاستعمال المهني مؤقتة أو غير مؤقتة واللي تفوق المدة ديال الكراء 30 يوم يعني شهر، كما يحدد ثمن وشروط الكراء الفرضي من طرف بغيت نقول لك شكرا. ينص على إجبارية إبراز عقد الكراء بمحاضرة ثالثة. ضمنا عاونك راك نعرف. ما كاين علاش تعاونيني. سير بحالك وسهل. غنخليك دوزي عندي يومين ولا ثلاث ايام على ما ترجع لداركم، لا تقلبي على هذاك اللي حملك. شي داكشي اللي كيسحب ما بغيت نعرف والو، لا عليك لا على حياتك. سلام عبلا، واش جبت من عفاك؟ مازال ما واجينا سهاد، رجع من دابا جوج. واخا اختي. ناس تاع الدرب كيهضروا، ما خصنيش المشاكل. عشان كي تحط في الثمانية قبل وردة كدير تمارين ديالها وانا كنكون مشغوله.